اخوان السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كصباح سور بس عليكم، اموركم هانيه. مضال اخوان ما درنا لكم شي فيديو، لقيتك تكون عامره بصاف. هذا ما كان الاخوان، مده ما خرجنا للطبيعه اصلا. دابا الطويرات دابا كيتكاطروا، يعني نخليهم في راحتهم. هذا واحد الطويره الاخوان ضرب عندي شي 4 شهور، هذا انا ما شاء الله 4 شهور ومازال كيخاف الخوت. انا نجبدو لكم ونوريه. انا الاخوان الله مبارك، هذا طوير مالك يا الاخوان ديال البلاد. هذا راه مشي طوير الباصه الاخوان، الزنطه ديالو طاره الاخوان، مبقاش عندو. على شي بيس الله مبارك. انا مباشرة من الطبيعة الاخوان. تحية الاخوان ديالنا في الجزائر، في تونس، في جميع الوطن العربي وجميع المتتبعين. ما تنساوش الاخوان تفاعلوا معنا، خلي معك داك جيم داك كومونتار باش نستمر الاخوان نحط لكم فيديوهات. مازال جاي الفروخه دابا ان شاء الله، الفروخه راه مقالو مولو، ونفرجكم معنا الاخوان كاين على الفراش ان شاء الله. مازال الفروخه شي شهرين على الاقل. الطويره هذا ان شاء الله غنصيد بها الاخوان. هو انا بيسه ملكيه، جبت له الاخوان هاد النبته هادو يتغدى عليهم. كنصحكم الاخوان تقدموا الطويرات ديالكم بحال هاد النبته هادو. ها هي نبته القراص، وهاد النبته هادي ديال المراره. ها هي متواجده في الطبيعه الاخوان، يعني قدم الطوير ديالك وتهلا في الطوير ديالك. عشان نقل القفص الاخوان الطوير توسخ له بزاف تكرفص. وين دابا نحطوا له هادو هنايا؟ هاد النبسه د المره راه كيعجبو يتغدى على هاد الورد ديالها. وهاد النبسه د القراص الاخوان راه فيها واحد الزريعه هي كيف ما كتشاهدوا. هاهي مزيانه الطويرات، طلعوا في جنب القفص بحال هكا الاخوان، هكا على هذا الشكل. هذا فهو راه يتغدى عليها. المهم الاخوان نشوفكم في فيديو جديد، تهلاو لي فراسكم.